السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للامتحان البحثي للترم الأساسي يوليو 2020، مادة ثقافية 1، الكود 115، مادة كالتشر 1. المطلوب مننا هنا ايه؟ write a research paper on only one of the following topics. مطلوب مني اعمل ورقة بحثية على واحدة بس من الموضوعات دي. الموضوع الأول، number one، William of Normandy's conquest of England in 1066 changed England and its people forever. Some historians see William's rule as the beginning of the modernization of England, its economy, its laws, its architecture and its language, while others see that William was a brutal dictator who excessively dealt with rebellions and controlled England for his own interests. William of Normandy، مطلوب ان احنا نكتب عن William of Normandy اللي غزا انجلترا في 1066، غير انجلترا تماما وغير شعبها تماما. في مؤرخين شايفين ان حكمه كان بداية التحديث والمعاصرة لانجلند العصرية الحديثة، في اقتصادها وفي قوانينها وفي معمارها وفي لغتها. ولكن في اخرين شافوا ان ويليام كان ديكتاتور وحشي، كان بيتعامل بشكل مفرط مع الثوار والمتمردين أو المعارضين، وحكم إنجلند أو سيطر عليها لاهتماماته الخاصة. يعني هنتكلم عن الموضوع من وجهتين نظر، المؤيد والمعارض. يعني هنكتب تقريبا كل حاجة عن ويليام نورماندي والأعمال بتاعته. طيب، نمبر 2، two of the most famous figures of British resistance during the Roman colonization of Britain are the Celtic leader Caratacus and Queen Boadicea. Their stories show the strength and struggle of British people against the Roman invaders. Both have become samples of national history and the fight for freedom. اتنين من أشهر الأعلام اللي موجودين في النهضة البريطانية أو في المقاومة البريطانية أثناء الاحتلال الروماني، احتلال الرومانز، احتلال الرومانز لبريطانيا، كانوا من قادة الكالتك، وكان كاركاتكس وملكة بوديكا. قصتهم كانت قوة ونضال لشعب بريطانيا ضد الغزاة الرومان. هما الاثنين كانوا يعتبروا رموز للتاريخ القومي وللحرب أو المقاومة من أجل الحرية. يعني هنكتب برضو كل اللي نعرفه عن الكالتيك ليدر كاركاتكس أند كوين بوديكا وكل اللي عملوه كريسيستنس، كمقاومة ضد الرومانز. Number 3، as they did with all their colonies, the Romans introduced to Britain concepts like clean water and sanitation. They constructed a complex system of sewers and drainage, aqueducts and pipes that brought fresh water to cities and towns, and public paths, complexes and public toilets called latrines. Although we take these health improvements for granted today, they were very advanced technologies to British people at the time. They drastically affected their way of life. Remains of these improvements can still be seen in British cities and towns.
هنتكلم هنا عن اللي قدمه الرومانز من مفاهيم المياه النظيفة والنظافة الشخصية والنظافة العامة اللي قدموها بنظام كان معقد وصعب جدا لنظام الصرف الصحي اللي عملوه والمواسير ومواسير اللي كانت بتوصل المياه النظيفة للمدن، كمان الحمامات العامة اللي عملوها وكل الحاجات اللي كانت تعتبر تحسينات طبعا شكلها صحي جدا، كانت تعتبر في الوقت ده تكنولوجيا متقدمة جدا بالنسبة للشعب البريطاني. عايزين بقى نتكلم عن التحسينات دي اللي احنا لسه بنشوفها لحد دلوقتي في المدن البريطانية والمدن الصغيرة والكبيرة اللي موجودة في بريطانيا. يعني هنتكلم هنا عن اللي قدمته الرومانز من تعديلات في نظام الصرف الصحي والحمامات في بريطانيا، يعني إذا حد حابب يختار الموضوع ده. نمبر 4، The Anglo-Saxon King Alfred the Great is described by historians as the founder of modern England. His military, economic and cultural achievements earned him the title The Great. The developments he introduced in all fields of life in Wessex illustrate that the description of the Anglo-Saxon period as the Dark Ages is not accurate at all. الانجلو ساكسون كينج المشهور جدا ألفريد ذا جريت اللي وصفه المؤرخين بانه هو مؤسس انجلترا الحديثه، طبعا كان ليه تحسينات وانجازات عسكريه واقتصاديه وثقافيه، هي دي اللي اكسبته اللقب العظيم او ذا جريت اللي هو ألفريد ذا جريت او الملك ألفريد العظيم. التطورات اللي قدمها في كل مجالات الحياة في وسكس وضحت ان اللي وصف الانجلو ساكسون والفترة الزمنية بتاعتهم بانها دارك ايجز، بانها عصور مظلمة، ده ما كانش وصف دقيق تماما، لان في الوقت ده كان في ألفريد ذا جريت بيعمل الانجازات دي. طيب نمبر 5، The Charter of Liberties اللي هي وثيقة الحريات which was issued by the Norman King Henry the First اللي أصدرها هنري الأول، وطبعا ده كان Norman King was the first proclamation in the history of Britain limiting the power and authority of a king by the king himself. وثيقة الحريات اللي عملها الملك هنري الأول كان أول إعلان في التاريخ يحدد أول حاجة في أول إعلان في تاريخ بريطانيا بيحدد سلطة الملك بواسطة الملك نفسه، يعني الملك نفسه هو اللي أصدر الوثيقة دي علشان يحدد سلطاته. The Charter of Liberties inspired the issuing of the Magna Carta. Magna Carta اللي هي The Great Charter of Rights. دي كانت in 1215 when English barons forced King John to limit his powers. بس طبعا بالعكس Magna Carta أو The Great Charter of Rights كانت بإجبار من البارونز للملك جون بأنه يحد من سلطاته، ولكن هنري كان هو اللي عملها بنفسه علشان يحد من سلطاته بنفسه. دول الفايف توبكس اللي مطلوبين مننا في كالتشر 1 بخصوص، أو خدوا بالكم 115 كالتشر 1 دي تعليم مفتوح مش تعليم مدمج، دي الخمس موضوعات بنختار موضوع واحد بس منهم ونبدأ نتكلم عنهم. نحاول نلجأ رقم واحد للكتاب ثم نبدأ ناخد معلومات إضافية من أي سايت آخر، وما تنسوش تكتبوا المصادر والمراجع بالطريقة اللي احنا عرضناها في الفيديو الأساسي. أي استفسارات أو أي أسئلة تواصلوا معايا فورا، هنعمل ورشة عمل إن شاء الله علشان نقدر نبدأ مع بعض إيه الخطوات اللي ممكن نعملها في كل مادة وكل بحث مطلوب. Good luck. دكتور أشرف فهمي في انتظار اتصالاتكم.